مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي كينتسوغي؟ ما هي ميزات كينتسوغي؟ ما هي كينتسوغي؟ هي شبكة تابعة لإنترلي، وهي تجربة ذات قيمة اقتصادية حقيقية منتشرة في كوساما. تشترك كينتسوغي وإنترلي في نفس قاعدة الشفرة، مع اختلاف أن كينتسوغي تركز بشكل صارم على الابتكار وستظل دائما في المقدمة. من حيث الميزات، ما هي ميزات كينتسوغي؟ هي شبكة لا مركزية مخصصة لربط العملات المشفرة مثل البيتكوين مع منصات ديفي مثل بولكادوت والإيثيريوم. تتم استضافة شبكة إنترلي على أنها بولكادوت باراتشين، وسيتم توصيلها بشبكات كوسموس والإيثيريوم وشبكات ديفي الرئيسية الأخرى. كينت هو رمز الأداة الأصلي الذي يتم استخدامه من أجل تصويت الحوكمة، اتخاذ قرار بشأن ترقيات البروتوكول، وتحديد كيفية تخصيص موارد الشبكة ورسوم معالجة المعاملات. إن الخزائن تغلق الضمانات على كي بيتكوين باراتشين في أصول رقمية مختلفة في نظام متعدد الضمانات مستوحى من ميكر داو. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفا لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.